انت بتعرف شو نتيجة محاولة اغتيال السلطان سليمان؟ بس سيدي نحن شو دخلنا؟ هلا السلطان سليمان رح يعمل مجزرة بجزيرة رودوس، رح يعذبوا الناس ويعدموهم لحتى يشفي غليله وينتقم من الكل. قلي انا كيف بدي احميكم هلا؟ مين يلي سواها؟ اكيد القس بيعرف مين هو. مولاي شكرا. السلطان سليمان طالبني روح لعنده، هذا اللي كنت خايف منه. يا ترى بده يعمل معي اتفاقية ولا طالبني لحتى يقطع راسي؟ بدي بالأول تروحوا تطلعوا كل التجار المسلمين من السجن وبترجعوا لهم سفنهم والبضاعة اللي تصادرت منهم، وكمان بتعطوهم تعويض. تحت أمرك يا مولاي. ومن اليوم ما رح يتعرض أي شخص من الجزيرة للأذى، ورح نسمح للمسيحيين يتعبدوا كنايسهم. بيري باشا، هالجزيرة كلفتنا تضحيات كتير كبيرة، لهيك من حق جنودنا أنهم يستفيدوا من خيراتها. ما بيصير يا باشا، ما حدا بيلمس أي شيء لأنه رح نعمل اتفاقية معهم، وأي خطأ أنت المسؤول عنه. مولاي ليش إجيت يا إبراهيم؟ أنت تعبان؟ هون برتاح أكتر مولاي، المعلم الأعظم عم يستنى برا وهاللحظة كتير مهمة. ماشي. جيبوه. المعلم الأعظم إيلو ديلو مولاي السلطان. ركوب. لطفاً غمرنا يا فخامة السلطان، شروط الاستسلام يلي قدمت لنا إياها كانت عادلة كتير. أهل الجزيرة ما رح ينسوا رحمتكن وعدلكن طول عمرهم. نتشكرك. تقديراً لحسن تصرفك ورجاحة عقلك، هالعباية هدية من السلطان. رودوس صارت تابعة لدولتنا، وسيطرنا كمان على 8 جزر غيرها، وهن كوس، ليروس، نيسروس، هالكي، كاليمنوس، سيمي، تالوس، فيليرنونيا دا، صاروا كلهم ملك للدولة العثمانية. وكمان مدينة هاليكارناسوس والقلعة معها طلعوا من تحت سيطرتك وضميتهم لدولتنا. المعلم الأعظم،
محارب كبير مثلك عنده كتير من الإقدام والشجاعة، بتمنى أنه يكون بخدمة الدولة العثمانية. سلطان سليمان، حضرتكم بتعرفوا منيح أنه الحرب يا أما بتنتهي بالنصر أو بتنتهي بالهزيمة، ونحن هلأ انهزمنا وأنتوا اللي انتصرتوا. وصحيح أنا انهزمت، بس هذا مو معناها خون شعبي. طمنك أنه رح تتنفس حرفياً كل شروط الاستسلام، لهيك لا تخاف لا أنت ولا شعبك. بس بالمقابل عندي طلب بدي اياكم تنفذوه. سلموني السلطان مراد وعيلته كلياتها. هن تركوا الجزيرة من زمان، مو موجودين، وما بعرف وين بيكونوا صاروا هلا. معكم مهلة أسبوع لحتى تتركوا الجزيرة أنت وجنودك وعائلاتكم، متجهين لمالطا ما هيك؟ صحيح، مالطا رح تكون وجهتنا أنا وجنودي. معناتها السلطان مراد بيكون بمالطا قبلكم، وأكيد هو وأفراد عيلته رح يستمروا بخيانتنا من هنيك. حضرة المعلم، أخذوا زوج السلطان مراد وأولادي كمان، وهلأ هنن عند السلطان سليمان. ما قدرت هرب إلا ابني الصغير، وما بيقيلنا حدا غيرك. بدي تحميلي ابني وتحميني كمان. ما فيكم انتبهوا هون لأنه الوضع خطير كتير، خدوهن على شي مكان آمن، ولحتى أجي لعندكم أوعى تتحركوا من مكانكم، ههربكم على الفاتيكان لأنه أنا ما فيني أحميكم أبداً. We'll be right back.